سيشكلا وأنا أتحدث عن هذا المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على الناس الذين تجمعوا في هذا المخيم عدد غير قليل، وجلهم كانوا رعاة وبعد هلاك مواشيهم تجمعوا في هذا المخيم ولم يتلقوا أي مساعدة لا من الهيئات الخيرية ولا من الحكومة، فقط ينتظرون عناية المولى الذي يرزقهم. نطلب العون من إخواننا في جميع أنحاء العالم. لدينا في هذا المخيم مرضى أصابهم فقر الدم وآخرون مصابون بسوء التغذية خاصة الأطفال، وهذه الصور تكفي لوصف الحالة التي نعيشها، حيث يعجز المرء عن وصفها لهول وشدة القحط الذي أصابنا. أنا عمري 70 سنة، لم أشهد مثل هذه الموجة من الجفاف والمجاعة. كان لدينا أكثر من 500 رأس من الأغنام وبقي الآن 150 فقط. كل يوم ما تبقى منهم يموتون عطشا. نناشد الجميع العمل على إنقاذنا. نحن نشعر الآن بالعطش، نريد ماء للشرب. الله وأنا أتحدث عن هذا المكان الذي يحصل على المكان الذي يحصل على المكان الناس الذين تجمعوا في هذا المخيم عدد غير قليل، وجلهم كانوا رعاة وبعد هلاك مواشيهم تجمعوا في هذا المخيم ولم يتلقوا أي مساعدة لا من الهيئات الخيرية ولا من الحكومة، فقط ينتظرون عناية المولى الذي يرزقهم. نطلب العون من إخواننا في جميع أنحاء العالم. لدينا في هذا المخيم مرضى أصابهم فقر الدم وآخرون مصابون بسوء التغذية خاصة الأطفال، وهذه الصور تكفي لوصف الحالة التي نعيشها، حيث يعجز المرء عن وصفها لهول وشدة القحط الذي أصابنا. أنا عمري 70 سنة، لم أشهد مثل هذه الموجة من الجفاف والمجاعة. كان لدينا أكثر من 500 رأس من الأغنام وبقي الآن 150 فقط. كل يوم ما تبقى منهم يموتون عطشا. نناشد الجميع العمل على إنقاذنا. نحن نشعر الآن بالعطش، نريد ماء للشرب. باف يعني.